بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسمعوا لهذه الأبيات العجيبة التي هي والله من أروع وأجمل الأبيات التي سمعتها في حياتي، وهي تنسب لعلي بن محمد بن وفاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله عنه، ونحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا ممن عاش هذا العالم ودخل في عالم القرب الإلهي. يقول علي بن محمد: أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وكن في حمانا خاضعا متذللا، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا، ويكسى جلالا بالوقار، لأنه أقام بإذلال على باب عزنا، رفعنا له حجبا أبحناه نورة إلينا، وأودعناه من سر سرنا، تمسك بأذيال المحبة واغتنم ليال بها تحظى بأوقات جمعنا، وسر نحونا لا تخش في الليل ظلمة، وكن ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغلا، ولا تنسنا واقصد بذكرك وجهنا، ولا تنس إحسانا بسطناه عندما جهلت فقربناك حتى عرفتنا، كفيناك أغنيناك عن سائر الورى، فلا تلتفت يوما إلى غير وجهنا، ولا تنس ميثاقا عهدت وكن بنا وثيقا، ولا تنقض مواثيق عهدنا، سألت فأعطيناك فوق الذي ترد، عصيت فأمهلنا عليك بحلمنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا إلينا، وتنظر ما به جاء وعدنا، فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح، تركت جميع الكائنات وجئتنا، ومن جاءنا طوعا رفعناه رتبة، وعنه كشفنا الهم والغم والعنى، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، والحمد لله رب العالمين.